سامعك شباب، معك احمد ابو السراير. هذه الحلقه الثانيه من تختيم ديد ايلاند، وفي بدايه المقطع بس شرح لك كيف ترسل انفايت لخويك ونفس الطريقه هذه، وان شاء الله بيلعب معي واحد اسمه عمر او واي واي عمر، تلقون اي دي في الديسكربشن. وبس اسيبكم مع المقطع. اوه هلا هلا نفس شخصيتي ومعك سيف حركات ورني. موصل به انا ليفل ختمت كم؟ اللعب 34. كفو، يلا حلا اشين يعني شيء اللي باه ما لا لحظه انا بحاول بعطيك شيء، ما ادري اذا كنت تقدر تاخذه. مش عندي قنبله. عندي دقيقة، عندي انا ليفل اب، دقيقة بسوي ليفل اب للكومبات. خلني اسوي ليفل اب للكومبات، مو مشكلة. يلا ايوه تقول لي. لحظة خلنا بجذب الأرض. خذ السيف، خذ السيف. اوكي دقيقة، وين كيف اخذه؟ ما عنده مربع، ما عندي اخذه. لا أنا يطلع عندي ناظر. ايه عندك، لكن شكله ما يمديني اخذه عشان ماني ملفل. ما أدري، يمكن أنا أذكر كنت ألقى شيء وآخذه، بس إنه ما يمدينا ايه ألعب لين أوصل. انا تو خذيت العصاية ذي من هنا من الجثة هذه، فشكله ما يمديني ياخذ السيف حقك، فيلا مو مشكلة. هذا عشان شيء باللعبة. يلا يلا خلنا نمشي. يلا وين الطريق من هنا اظن؟ ايه اوف. الطلعة. اخي مرة استامنة حقتي تو في البداية، انا كنت ملفل في الايدي اللي قبل الايدي الاصلي حقي، بس للاسف خلني العب من البداية احسن. يعني ما لفلت مرة، وصلت لي في الخمسة أظن أو شيء زي كذا. أوه زومبي، العبها صح. ما بدي أخذ الفلوس اللي عندهم، ولا ما عندهم فلوس أصلا شكله. لا ما 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 طلع شيء. الصناديق دوره ناخذ. ذكرني كيف أغير سلاح. غير سلاح. إيه R2 ممكن إيه تحط. أوه صح، لقيت الأسلحة خلاص. حلو. اوه هلا بالعيال. تعال 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 تعال، ادخل بالماء، ادخل بالماء. لا تضرب، بس طيحهم بالماء، طيحهم، خلهم يغرقون على طول يموتون. اما ايه حلو حلو، فينه هذا مجه الحين؟ راح بس قرب لهم لما يطيحون وخقلهم. ماتوا. ايه شوف هذا ما مات، خلو 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 بس يطيح بالماء يموت على طول. هذا ما مات، يلا مات. ناظر واحد بجنبك، واحد بجنبك. مات مات. يلا خلنا ناخذ فلوسهم وقروشهم، يلا ما عندهم شيء خلنا نمشي. اظن اذكر هنا في سلاح، مدري وينه. فين فين الدور؟ ما هو ما اذكر احنا ابو لين. لا شيء ذا حاطين اوف. 16. والله شكلهم في البداية كذا يجون سهلين، عرفت؟ وبعدها ادعس. دورك واحد، دورك واحد. اوه شاب ذا، والله ترخيص. انا بس جالس اقطع. خل خلك انت قدام. شوف السيف حقك ذا، دقيقة بس، وين الطريق من هنا؟ ايه هذا. اوكي، خلنا ناخذ هذه ونطلع. هلا بالعيال. دقيقة دقيقة بكلمه ذا نشوف ايش عنده. ما لك دخل من هذا، انا امشي ادخل البيت بس. مات كل عائلته ضعيف. اي خلهم يقتلوا. يقول ليش طالع فيني وهو اصلا ما طق لي خبر. والله قاعد يطالع في تحت ويقول لي ليش شكلي زي كذا ومدري ايش. اوه هذه السلاح لقيت ال اوح والله قطعت ذا. وش في شي جوا؟ خلاص ما ابو واحد، انا اذكر انه ابي واحد بس نخله اللي موجود. افكار سكيورتي كارد خذيت. يلا وش ثاني، ايش ثاني؟ هذا الباب. يلا بقفل عليك.
لا 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 او سكين، هذا السكين حقتي يا اخي، مره احب السكينه ذي، فين كيف طلعها؟ يا الله لا تضغط فوق. ايه تضغط فوق مدري ايش تسوي انسان فوق بعدين غبية السكينة الصغيرة ما تجوز لي احس انها غبية اي بس يا رجال تمشي حالك. ايه هي بضيعت فيك ازمة اي بس انا كيف، دقيقه ما اذكر كيف اركبها. وليش ما تبي تركب ذي؟ اوه ضغط صح ريكوار ليفل 24، ليش؟ ايه خلاص ايه كنت توصل ليفل عشان اذكر ذا بس مو بزناد مو بزناد كين حتى ليفل 24 ما تفيد يقول لها سيف هذولي دقيقة بس خلنا نحط هذه هنا. ايوه يلا خلنا نمشي، نقفل الباب ورانا عشان لا حد يطلع. اوه دقيقة دقيقة، ايش يوه ايام التلفزيون القديم زمان. واو والله يا قديم صدق يا حق القناة السعودية الأولى مدري الثانية. ايه الثاني الثاني ايه وين خلنا نمشي؟ نرجع يقول لي بشكل يبينا نرجع دقيقة بس خلنا نحط سكايب مشغول عشان لا حد يدق علينا. انا حاطه من زمان ايه فين من هنا؟ اوكي يلا خلنا ندحدر ونمشي. هلا بالعيال، لقيت زباين. انا لقيت واحد بس جيت معطيه اثنين يقول هنا هنا في اظن مهمة ولا شيء. لا يبينا انا عندي سهم يقول ارجع نقاط ما ادري ايش خلنا نشرب عصاير. ما تحتاج ناقص طاقتك ايه كانت خلنا نفتح الباب ده نشوف ايش عنده. يلا افا. ترى مو بلازم تحطه بالنص بالاحمر ها يعني ايه انا بعد، هي حطيت بس بعد محاولات اظن ثلاث كذا ولا شيء اي زين. بس اذا بالاحمر على طول يعني افتح ايه بسرعة عادي. وش ثاني؟ خلينا نفتح الدولاب ذا، ما عنده شيء فاضي. وش ذا؟ كوارز لوك. وش ذي؟ ما اوه فكيت تعال السيستم. تعال تعال شوف في هنا سيف مدري وش وخذه شوف بالصندوق الصندوق ذا القبال قبال لا 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 هنا 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 اوكي يهو هذا كم ذي. لف ما ادري صبر خلينا نشوف كم ليفله. ليفله 32. اوف غب غب خله غب وتحتاج توصل ذكاك ليفل اوف انا تحتاج ليفل الاثنين ذي الحين. ايه توصل بس جيد على جيد 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 قوة اما كويس كويس، اسمه سافاج مدري ايش اسمه. تعال تبي مطرقة معي البايب هذه فين لا ويكامر. مطرقة شيء خلنا ناخذ يلا يا رجال ونحطها. كيف احطها؟ يا الله مشاوير، لازم افتح الانفنتوري. عندي قنبلة ناظر دقيقة ما اقدر اشوف شيء لاني حاليا في البتاع ذا. وش اسم المطرقة؟ اوي كامر. اي لقيتها خلاص يلا بسم الله. يلا اي المولوتوف. ايه اي نفس اللي عندي، نفس اللي عندي والله ايه صح قوية. قوة اذا جوك كثارين كثارين جي عارف وش اللي جوك بريين ذولا ايه تعبوا شفت ذا، اعوذ بالله في نهاية المرحلة ذي اظن. لا لا في اذا رحت مدينة هالشي شيء المدينة اما في مدينة. ايه ما رحت له ما ختمت اللعبة لا ما ختمت هذه اول مرة. تروح المدينة والله يا أم القلق ايش شيء والله فرصة بسم الله بسم الله. يا احس يتفرجون الفيديو يخافوا. على طول قمت كذا شفته يا رجال انا قمت من الكرسي قعدت ناقص هنا تو. هذا اشياء شيء في اللعبه اعوذ بالله. انا اللي خفت ابوه تعرف الحمام اللي وراه ايه هذاك هو يمسكونك يا فجأة. شفته انت تعال تعال آه. تعال تعال يلا وينه وينه هنا لا شكل ورا رجال دجاجة رجعت في حمام هنا ايوه وينه ايه منه في حمام اذكر بعد رد حقي تعب ما يقدر يجري. مو يقلم بالحالة. والله هنا شاي بعد يلا يا رجال خلنا بعد شيء تجي مهمة انا اوديك اياها الحين ايه هذه هي مهمة، تفتح الباب كذا يطلع لك واحد من الحمام. ذيك صرخت تحت القير انا اعوذ بالله. انا واحد والله يا خوف صدق بالليل ذا جلسة اخذت مع انا واحد اها اورستي بايب خلنا ناخذ هذه كويسة. اعطيه خليته يسولف ذا ولا ما ادري. انا خذيت سوالف قال خذ كياس ما ادري طبعا شط اخذ له ذا
خلاص نلعب الحين ولا ايش؟ اوه نضت مرة ثانية مربع، يلا ماشي. Okay, ready to go out there again? I ايوه need you to find a lifeguard station and see if it's safe. Can you do يبغانا that for نلاقي me? محطة شو اسمه حقت محطة حق ال شو اسمه ذي؟ زين بلوشي. لا شو اسمه ذي اللي ينقذون الناس من يوم عشان ما يغرقون ومدري ايش، لايف جارد الزبده اسمه. ايه عرفت 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 يعني. ايه وديفكالتي هارد والريوارد 600 اكس بي كويس، وهم ريد كليفر هذه ممكن تلقاها يعني في السكينه او شيء زي كذا. Take the beach. It's the shortest way. We'll come يقول لنا نروح مع الشاطئ. It should be a working radio and sign. Signal us when it's clear. والله ما اظن والله ما ادري الشيء بالحين بس هو يبغانا نروح نحرر المنطقة ذي خفر السواحل ما ادري شو اسمه. ايه ايه عرفتها عشان بينقلون يروحون هناك. ايه هذه بعدين ضبط سيارة ما ادري زي ينبه. ايه وين احس اني شطفت واحد بالغلط كذا. لا لا شوف شوف ذا. ايوه ايوه هذا اول واحد. احس انه جالس بالبر جالس قهوة. تشوف انت؟ جاهز والله ذي. وين الشباب؟ ايوه ايوه هنا اشن شيء اذا رحت يمين مع الجزء ذاك زحمه كبير كس لا انتظر بطخ عليهم ولا اي وش الجماجم ذي هذه ما ادري والله بس اصبر اصبر وينه وينهم خلينا نرمي عليهم قنابل خلنا نعزز خلنا نعزز لراعي السياره ذا ادعس ايوه ايوه ادعس ايوه احا والله يب ابد 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 طلعوا 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 خلنا نخففهم انا من ضرب واحد يموت اوف والله من سلاحك قوي هذا الشاب اذا الحين طلع من السيارة انا بدي اوه هذا اللي عزز له يصلحنا الاسلحة ما ادري والله هو يصلحنا الاسلحة يلا شاب الحين تعال قدامي اتركه لا 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 اصبر اصبر خلينا نخش البيت نصلح اسلحتنا يا ولد ولا ما تبي؟ انا لا انا وين؟ لا ما عندي كل موضوع بعدين اصلح خلينا ناخذ هذه فاكت وسيرش الارك باتري ما ادري ايش ما ادري ايش بستفيد من الاشياء هذه يعني يقول لي بطاريه وما ادري ايش وكذا او فلوس صراحه ما استفيد انا ما استفيد شيء منها صراحه ما استفدت منها شيء ابد هذه الدك تيب ذي هذه اظن يطلبها بعدين مدري ايش خلنا نسوي ريبير ابغى اصلح اللي هو فين ما مدينا اصلح ال الله دقيقة بس خلنا نسوي ولا لا يخلص من طفرت انا وين الشيء ذا حقي اللي هو الراستي بايب ذي ما يمدي اصلحها ليش ما ادري هذه هنا والله شكله لازم اشيلها من يدي عشان اصلحها يلا لا مو بلازم اما طب ليش ما هي عندي ما عندي اصلحها ولا دقيقة لا والله ما عندي اصلحها ليش مو مشكلة تلقى اسلحة شوي اكثر اوه دقيقة في اوبن هنا خلنا ناخذ حلو يلا خلنا نمشي دقيقة بس خلني احط الاشياء هذه في الانفنتوري حقي عشان اضبط وضعي لو جانا احد طب علينا انا بشيل ذا اشياء بايخة عندي عندي رشاش تبيه اما رشاش والله العظيم لا لا خله خلني اكتسبه بجهدي اللعبة في شيء غبية به وش شيء يجونك رجال مو بزومبي معهم اسلحة تاخذهم منهم ايه قتلهم ما ادري ايش دخله فهمت انت علي؟ ايه يعني اللعبة زومبي اكيد كله صح؟ لا إيه؟ في مرحلة تجي بها رجال تقتلهم وش سووا لي هذول؟ اوه شوف القلعة شكلهم عصابات وزي كذا ايه روح فوق هناك اوه شو شو ترعب اسلحة غيرها ابدا خلاص 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 انا هلا هلا بالعيال اح اعطاني 57 اكس بي اعوذ بالله انا اكره شيء ذي اوح والله ينقلع راسه ما يبي ياخذ فلوس شوف راسه شوف راسه بس لما منقلع واو والله يا معاهم فلوس والله مقنين هذول مو بالحين اي الحين لا بعدين اذا راح المدينه هو رايح فلوس لا ادعس
ايوه تدعيس والله يا اني اشوف رجوله تقطعت اني قسم بالله قام قام اوه قطعت راسه على طول اوه وراك واحد يلا صح ادعس الله خذ هنا شوف ذا شوف ذا بعد لا يا واحد يا المس دقيقه في واحد اظن في واحد هنا في واحد هنا لا والله ما في احد الحمد لله هلا والله خلينا نشرب العصاير حقتنا انا ما بقص شيء الحين اه بس اشرب اي لحظه شي شي قول لا انتظر خلينا بشيل الغاز في حركه حلوه زين ها مش برقه والله انه شكلك يضحك جال اي 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 ناظر ناظر الزومبي شوف يطلع مسدس ابعد العب انت انطلقت عليه بالمسدس اي اجد الغاز ايوه ايوه خذ 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 ما سلاح فين في سلاح هنا في معه اللي قتلته تو اي اي ما ابغى هذا بايخ نفس اللي عندي حتى يقول لي ريبليس مدري ايش اوف وش ذا وش قاعد يصير لقليت لحظه في غاز اتذكر انا هنا في غاز ثاني ما ادري وينه ايه انا افتح الباب وانت ارمي الغاز عليهم لو لقيته ما في غاز ما في هذه المشكله اذكر انا فيه انا انت اصلا انا بدخل انا لا 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 اصبر اصبر خلني اخش معك ايه لحظه لحظه مسلسل زين كذا دب دب طب اصبر 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 بعد اصبر اصبر خلني احط الاسلحه حقتي لقيت غاز لقيت غاز لقيت غاز طايح بجنبهم بعد انا باخذ سلاح انا خلني اخذ سلاح عندي لان ما عندي اسلحه كويسه خلني احط ويك هامر دي هنا هذا هي هذا بالله كيف طلع برا والله في جلتشات في اللعبه صاير ايوه 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 درع متايم ادعس اوه 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 ما صار لي شيء ما صار لي شيء ما صار شيء ايه لا لا ما جاني شيء اوه ابدا ابدا شوف انا ما اظن ينفجر الغاز العب خلاص خلصنا في واحد داخل انا ما اظن ايه في الكبير ذا تلقاه هذا الحين جوا وش ايه بجدع قنبله افتح الباب وابعد على طول روح يمين اوكي يلا حركات اكشن ذي الحين بس يا انه هطف ذا الكبير ما يعرف يلعب يعني ما يعرف يلعب ما يعرف يضرب قطع طين قطع طينه قطع دينه بس ايه قطع دينه يبدا بس ما ادري شنو يضرب يضرب راسه فجأة خلى نفسية يا الله وين وين يلا ارمي 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 ادعس الله احتراك والله شبت خلاص مات مات انت 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 لا تمشي النار اما اي والله واقعية اللعبة اجل خلاص يلا شي شي فينا ما ضفي بعد زوم داخل داخل ايه في في خلنا خلنا شو 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 خلنا اوه شو 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 طب عليه ايه طب دايس بعد ما عندي نخش جوا ولا ايش في الحمام لا 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 ما عندي طال شغله اللمبه اي اقسام تحت اي شاي اداس اداس لما ترى في اثنين في اثنين داخل انتبه مع الجهه الثانيه انتبه سهل سهل العب انا عندي ضربه واحده خلاص يموت على طول اما في في هنا صحه لو تبغى شربتها في في هنا واحده ثانيه لو تبغاها خلاص لا لا ما احتاج نقصه شوي بس من الزوم اللي جاي طاير تريليون خلاص خلنا بس ناخذ الاشياء اللي عندهم اوكي فينك فينك دخلت الحمام دخلته كيف مع منا تعال تعال مع منا في باب ثاني يدخل اوه حركات شو ذا شي شي في... ايه طايح قدام الباب اذا طلعت الباب هنا شو يجي ناظر وينه طايح قدام هنا شوف هنا رجال شكله ما تشوف الا اشوفه هنا شغل اللمبه ناظر لا 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 ما اجل مو باينه عندي اللي باينه انا شايف وين نروح خل 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 نفتح انا الباب عندي ما ادري الا صح ترى صح انا توعي يطلع عندي يلا في ناس ترى فوق انت ايه داري داري يلا توكلنا توكلنا يلا زين ايش يجهز شوف يلا يلا خلنا نضار انتبه خلاص في ناس طايحين هنا ابعد ابعد ناط كهرب ذا انا خشيت غرفة المراقبة ذي
ايه خلصت انا برا كثيرين كهربت واحد منهم. في شعب برا؟ شوي بو. خلاص خلصنا خلاص. ايش ذي يقول لي فاست ترافل؟ او يعني يديني اروح اماكن في المدينة ذي. يبي برا، في شيء برا يبي. لا لا اصبر اصبر، هو يبغانا نشغل هذه. صبر. خلاص. ايوه. قال سولف معنا خوينا اللي هناك ذا اللي في البيت الخشبي ذا. يلا جايين الشباب. ايوه يقول انهم جايين. خلاص انتهت المرحلة. شيء كويس. اوه بالديدسن بعد. اوف بدرفت. والله حركات الشباب كلهم جو. هذا خفر السواحل اظن اسمه. احس تو تبدا اللعبه. لا ما بدا. اما لا تهون.